الحمد لله باري النسم أنشي الخلق من عدم الجنوح من الطوفان الذي عم أغرق فرعون في اليم. إله عظيم إذا أنعم تم مضاج بابه فلا يهتم ولا يغتم. فرد موسى خائفا فعاد وهو الكليم، وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم. ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما فكان الفضل بعد الله لذلك اليتيم. والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد صلى الله عليه وسلم. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطورا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن داوم المثني عليه وكرر. إذا الله أثنى عليه بنفسه كفاه بذا فخرا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا عليه بذاته، فما مقدار ما تمدح الورى. يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء للكبد الحر. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آية هي اختصرت هذه الدنيا كلها أيها الكرام الفضلاء، كما سمعنا في هذه السورة في هذه الصلاة: إن سعيكم لشتى. سعي الناس متفرق، وما أجمل سورة الليل، وهي من قصار الصور مطروقة لنا وقرأناها في المدارس، ودائما الأئمة يقرؤونها في الصلوات، لكن تحتاج إلى وقت من التدبر. لماذا يأتي إن سعيكم لشتى في سورة صدرها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ لأن هو اليوم يتكون من إيش؟ اليوم ليل ونهار، والناس في الليل والنهار. إن سعيكم لشتى، لكن كيف كان هذا الليل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة السلف رضي الله عنهم، وكيف كان النهار في حياتهم وكيف في حياتنا؟ يعني ممكن بعض الناس يريد متصل الآن متصل الآن متصل الآن، ما يتعب. خلص الشيخ جوجل دخل على علامة يوتيوب، خلص العلامة يوتيوب دخل على الأستاذ واتساب، خلص دخل على تويتر ثم فيسبوك، وهكذا طول الليل. وما نصب رجليه لله في ركعتين. إن سعيكم لشتى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يعني أنت تقوم الليل حتى ترم قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني هون على نفسك شوي. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لا إله إلا الله. أنا ما أظن أحد فينا يا إخواني قام لي حتى ورمت قدمه، لا في رمضان ولا في غير رمضان. لكن شوف النبي ترم قدماه وينزل منها الدم، تشقق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله عز وجل هو الذي قال فيه تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كل هذه مناقب للنبي عليه الصلاة والسلام. في مرة من المرات فقدته عائشة رضي الله عنها، فظنت أنه صلى الله عليه وسلم قد تسلل لبعض نسائه صلى الله عليه وسلم، وكانت البيوت لا سرج لها، يعني ما كان فيه إيش؟ لمبات. فتحسسته فإذا هو ساجد ناصب قدميه يبل بدموعه الثرى يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. تقول له عائشة يوما: يا رسول الله، إني أحب قربك. قال: يا عائشة، ذريني أناجي ربي.
عليه الصلاة والسلام. وعند الترمذي وحسنه قال صلى الله عليه وسلم: يعجب الله من رجل استيقظ من الليل فأيقظ أهله، فإن لم تستيقظ نضح الماء في وجهها. ويعجب الله من امرأة استيقظت من الليل وأيقظت بعلها أو قال زوجها، فإن لم يستيقظ نضحت الماء في وجهه فاستيقظا فصليا جميعا. لا إله إلا الله، صليا جميعا. يقول أبو هريرة: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن، اسمع أخي الحبيب إذا عندك ضيق شوف العلاج، إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله وتزيد بركته وتحضر ملائكته ويذهب شياطينه. البيت الذي تقرأ فيه القرآن، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ليضيق على أهله وتذهب بركته وملائكته وتحضر شياطينه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي تقرأ فيه البركة تقرأ فيه البقرة ينفر الشيطان منه 3 ليال. هذا الليل كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يعتق الموالي، فقال له والده: يا أبا بكر، ألا أتيت بأعبد أقوياء يحمونك؟ أنت رايح لبلال ورايح لفلان، هذا الضعوف. قال: يا أبت، إني أريد ما عند الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى. ولذلك كان عمر إذا رأى أبا بكر قال: أبو بكر سيدنا، وأعتقى سيدنا يعني بلالا. وأختم بموقف أخير جاء أعرابي عن أنس في السلسلة الصحيحة حسنه الألباني رحمة الله عليه، قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: فأخذها الأعرابي وعقد على يديه يرددها ومضى، ثم توقف عند باب المسجد، فالنبي ينظر إليه ويضحك عليه الصلاة والسلام، يقول: تفكر البائس. قال: ثم رجع، قال: يا رسول الله، هذه لربي فماذا لي؟ يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قل رب اغفر لي واهديني وارزقني. قال: فأخذ الرجل يرددهما جميعا ويمضي قابضا يديه. قال: ملأ يديه بالخير. فدونكم ذكر الله يا أحبابي، ودونكم قيام الليل لو ركعتان بأقل ما يمكن، جزاك الله خير، تأتي لك ذخرا عند ربنا تبارك وتعالى. جزا الله شيخنا خير على السماح لنا بهذه الكليمة، وجزاكم خيرا على حضوركم. اللهم وفقنا لكل خير، وعنا على كل بر، وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، واجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. تم الكلام، وربنا المحمود له المكارم والعلى واليو، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ألا حاق من الأورق، ودخل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.